مساء الخير، أهلا بحضراتكم مشاهدينا الكرام في هذه التغطية الإخبارية الجديدة المستمرة معكم على شاشة إكسترا نيوز. هنخصص هذه الساعة للحديث عن أهم الملفات العربية والدولية مع نيران بكر. أهلا بحضراتكم. إذا نبدأ بتحقيق مصر نجاحا جديدا يضاف لسجل نجاحاتها على الساحة الأفريقية بانتخابها عضوا بمجلس السلم والأمن الأفريقي لمدة عامين من عام 2024 حتى عام 2026. أوضحت الخارجية في بيان لها أيضا أن مصر حصلت على 44 صوتا من إجمالي 46 صوتا للدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي ممن يحق لهم التصويت، وذلك بعد ترشحها لعضوية المجلس عن إقليم دول الشمال. أكدت أيضا الخارجية أن هذا التأييد الواسع يعكس ثقة الدول الأفريقية الشقيقة في قدرات مصر في هذا الملف الحيوي، والتي برزت بالتأكيد في العضويات المتعاقبة لمصر في مجلس السلم والأمن الأفريقي وآخرها خلال عامي 2020-2022. للمزيد من النقاش معي هاتفيا الدكتور احمد عبد الدايم الاستاذ بكليه الدراسات الافريقيه. دكتور مساء الخير. مساء النور يا فندم، اهلا بيك. اهلا بحضرتك. يعني 44 صوت من اجمالي 46، كيف لهذه العضويه؟ ازاي مصر تقدر تستغلها لتمكنها من ايجاد حلول للمشكلات الخاصه بالمحيط الافريقي، وعلى راسها بالتاكيد ما يحدث من صراعات في السودان وحتى الازمه الليبيه؟ بطبيعة الحال أن الخبة المصرية في خلال عضوياتها المتتالية لمجلس السلم والأمن الأفريقي من 2002 وحتى الآن ده بتشكل يعني خبرة مهمة لكل دول الاتحاد الأفريقي في حل المشكلات الأفريقية من باب الحلول الأفريقية المشتركة ودعم الحلول الافريقيه للمشكلات الافريقيه، لان خلال السنتين اللي غابت فيهم مصر عن مجلس السلم والامن الافريقي، اعتقد ان من ضمن المشاكل الرئيسيه اللي كان بيواجهها يعني مجلس السلم والامن الافريقي ان في كثير من القضايا يعني لم يتخذ فيها قرار، وبدليل ان المشاكل حتى يعني 6 دول حاليا فيها مشاكل كثيره للغايه، فيها انقلابات عسكريه، الغاء العدويه عن هذه الدول، حتى التصويت اللي احنا شفناه 44 دوله. انت لما تطرحي الدول اصلا اللي بعيده عن الاتحاد الافريقي في الفتره دي هتجدي ان هذا الاقبال يعني تقريبا شيء الغالبيه العظمى لكل الدول الافريقيه الموجوده، كل الدول الافريقيه تقريبا يعني بتلاقيها مسروره بعوده مصر لمجلس السلم والامن الافريقي بشكل عام لكثره القضايا والمشاكل الموجوده على مستوى القاره، وبالتالي الخبره المصريه في حل النزاعات الافريقيه بحكم كمان استضافتها لمركز حل النزاعات الافريقيه، و يعني انت عارفه كمان منتدى يعني اسوان للسلام، ومصر كبيت خبره افريقي لحل مشكلات الامن والسلم الافريقي. اعتقد ان هذه العوده يعني عوده حميده لهذا المضمار في حل النزاعات الافريقيه اللي هي الكثيره والمتواتره عبر السنتين الاخيرتين. صحيح، وحضرتك بتتحدث، خليني استغل كمان او اخذ من كلام حضرتك انه مصر بيت خبره في ملفات المحيط الافريقي صحيح بشكل عام، وتحديدا فيما يخص الازمه الاخيره والدائره في غزه، باعتبار مصر وسيط مهم في هذه الازمه، ازاي ايضا مصر بعضويتها هذه تقدر انها تستغل حتى المواقف الداعمه او تحشد المواقف الداعمه في هذا المحيط الافريقي لدعم او مزيد من الدعم للقضيه الفلسطينيه؟ بطبيعه الحال الدعم للقضيه الفلسطينيه كل الدول الافريقيه، احنا منذ بدايه العدوان الاسرائيلي على غزه واحنا شايفين هذا الموقف الافريقي المشترك والموحد اللي يمكن لم يخرج عن السياق منه الا دولتين اكثر بحكم العلاقات مع اسرائيل، واحنا شفنا يعني تنسيق المواقف ما بين الخارجيه المصريه وكثير من الدبلوماسيين في القاره الافريقيه حوالين يعني الوصول الى يعني اتجاه موحد والتصويت سواء من خلال الاتحاد الافريقي او من خلال يعني مجلس الامن، وشفنا هذه المشاركه الافريقيه اللي كانت ضخمه وواسعه من خلال يعني الجمعيه العامه للامم المتحده والرفض الافريقي للعدوان الاسرائيلي
على غزة والمطالبة يعني حل الدولتين كحل رئيسي لهذه القضية. وإحنا كمان شفنا في اجتماعات الاتحاد الأفريقي من يومين طرد البعثة الإسرائيلية اللي كانت بتحاول يعني تصل لأحد الاجتماعات الأفريقية وتحاول أن توصل وجهة النظر الإسرائيلية بأن إسرائيل تكون عضو مراقب داخل الاتحاد الأفريقي. وإحنا شفنا هذا الرفض الأفريقي الكبير في هذا المضمار على اعتبار أن القضية الفلسطينية أصبحت إحدى القضايا الرئيسية على طاولة الاتحاد الأفريقي، ودايما يعني في كل منذ بداية أعتقد تشكيل الاتحاد الأفريقي أو حتى حينما كانت منظمة الوحدة الأفريقية كانت القضية الفلسطينية يعني كانت عنصر رئيسي من ضمن القضايا المطروحة يعني على المستوى الأفريقي. لكن أعتقد أن الدور المصري في توصيل يعني وجهة النظر العربية والتنسيق ما بين الجامعة العربية ومنظمة الاتحاد الأفريقي أعتقد بيكون دايما على قدم وساق، وإحنا شايفين هذا يعني الوصول إلى هذه القرارات الموحدة سواء في المنظمات الدولية أو حتى رفض الاتحاد الأفريقي بشكل عام لما يحدث في فلسطين وفي غزة. أعتقد ده الدور المصري واضح ومشكور، ودور يعني خد يعني يعني كثير يعني حصل فيه كثير من التنسيق ما بين وزارة الخارجية المصرية وكل وزراء الخارجية اللي هم الأفارقة في هذا المضمار يعني. وحضرتك ذكرت أن مصر صنعت الفارق في عضويتها وبانتخابها عضوا في مجلس الأمن والسلم. أنا ذكرت على سبيل المثال بعض القضايا في المحيط الأفريقي اللي هي دائما التداول مثل أزمة السودان وليبيا، لكن ما هي الأزمات أيضا التي من المفترض أن تضعها مصر على رأس أولوياتها بعضويتها هذه دكتور أحمد؟ أعتقد أن مسألة الاتحاد الأفريقي احنا شايفين في إشكالية كبيرة بتواجه الاتحاد الأفريقي، يعني هذه الدورة اللي هي دورة في فبراير اللي هي حاليا الاجتماعات حتى يعني اعتقد ان هتكون بكره وبعد بكره يعني يوم 17 و18 الاجتماعات اللي هي بتاعت رؤساء الاتحاد الافريقي. احنا شايفين من ضمن القضايا يعني الحلول اللي يعني القضايا اللي هي موجوده على طاوله النزاعات ابتعدوا عن القضايا الرئيسيه لان في خلافات عليها كثيره للغايه، لكن لان حتى لان معظمها متجهه الى مسائل اخرى متعلقه باقتصاديه تعليميه ثقافيه وحاجات زي كده. وبالتالي من ضمن المشاكل اللي حاليا موجوده واعتقد ان غياب الرئاسه المصريه عن الاتحاد الافريقي ده بيأثر تأثير كبير على محاوله التنسيق والوصول الى القضايا الكبرى ووضعها على طاوله النزاعات. وبالتالي اعتقد ان يعني يمكن التعادل الرئيس السيسي عن المشاركه بحكم الحساسية العلاقة ما بين مصر وإثيوبيا وبحكم ان اجتماعات الاتحاد الافريقي الرئيسية بتكون في اديس ابابا، وبالتالي اعتقد ان يعني ده مش مصلحة الاتحاد الافريقي. لكن القضايا المهمة طبعا احنا عندنا مشاكل حصر لها في الانقلابات العسكرية الموجودة في النيجر في الجابون في غينيا في مالي في المواقف الموجودة عندنا في السودان في مسألة اللي هو الدور اللي يعني تقريبا أو المذكرة التفاهم المشتركة ما بين إثيوبيا وأرض الصومال والخلافات، وأعتقد أن مسائل الإرهاب وعدم الاستقرار موجود في منطقة القرن الإفريقي أو حتى منطقة شرق الكونغو. قضايا عدم الاستقرار في إفريقيا قضايا كثيرة ويعني كبيرة للغاية وتحتاج للجهد المصري بشكل عام. احنا لينا دور وبنحل في هذه القضايا بشكل أو بآخر بغض النظر عن اللي هو يعني التنسيق على المستوى الرئاسي في الاجتماعات اللي هي الخاصة الاجتماعات الرئيسية في شهر فبراير من كل عام. لكن أعتقد أن الدور المصري مطلوب، لكن أعتقد أن الاتحاد الإفريقي لابد أن يحاول أن يصلح يعمل يعني إصلاح مؤسسي داخل أجهزة الاتحاد الإفريقي، لأن في كثير من القضايا الإفريقية لا يحدث التنسيق المشترك أو تنسيق المواقف في خلافات كثيرة، وأعتقد أن وراها بيكون قوة يعني عظمى أو قوة أوروبية تتدخل في يعني
في إزكاء النزاعات والخلافات داخل أجهزة الاتحاد الإفريقي بشكل عام. دي نقطة مهمة حضرتك أشرت ليها، فكرة التنسيق، لكن خليني أرجع للأرقام الخاصة بالتصويت لأنها بالتأكيد لها دلالات. حضرتك تشرحها لنا 44 من أصل 46، ده بالتأكيد بيعكس ثقة الدول الأفريقية. إيه نقاط القوة الخاصة بمصر علشان تحصل على هذه العضوية؟ حضرتك بتقول إن وجودها فارق، هل مثلا لأنها نموذج أو بلد لها نموذج في أو تجربة تنموية مثلا لنموذج للمحيط الأفريقي، هل هذه من ضمن الأسباب نجاح مصر التي ترتكز عليها؟ ولو في أسباب أخرى حضرتك تفضل تقولها. طبعا احنا عارفين ان الترشيح لهذه العضويه بدا منذ جوله الرئيس عبد الفتاح السيسي في الثلاث دول لمنطقه الثلاث دول اللي زارها في يونيو 23 اللي هي انغولا وزامبيا وموزمبيق، وكمان حصل تنسيق ما بين اللي انت عارفه دول السابق ودول الكوميسا، دول كثيره للغايه، وبالتالي الترشيح لما اعلن رسميا في هذا السياق يعني اعتقد ان الرئاسه المصريه حشدت هذا يعني هذه الوضعيه بشكل يعني مبرز في هذه الجوله الرئاسيه، وبالتالي الجوله الرئاسيه كانت من ضمن الاسباب الرئيسيه لزياده يعني الراغبين في عوده مصر لمقعدها في عضويه مجلس السلم والامن الافريقي. طبعا لاسباب عديده، اولا مصر اولا من ضمن الدول الكبرى باعتبارها ان هي الجيش الاول، يعني قوه الجيش المصري هي القوه الرئيسيه الاولى في افريقيا، وبالتالي انت بيعتمد على الجيش المصري في قوه حفظ السلام الكثيره، تقريبا احنا موجودين في اكثر من منطقه. ايضا مساله الخبره المصريه في حل النزاعات ومساله التعامل مع التنميه في ظل وجود الارهاب وعدم الاستقرار، وبالتالي انت بتدي خبره كثيره في هذا القطاع، لان معظم القاره الافريقيه بتحتاج تنميه وايضا فيها عدم استقرار، وبالتالي مساله الموائمه ما بين الاثنين اعتقد ان مصر به يعني هي عباره عن نموذج للدول الافريقيه للمضي على يعني على خطى الخبرة المصرية في هذا السياق. أيضا احنا من ضمن الدول الرئيسية في الدعم المالي للاتحاد الافريقي، احنا من أهم خمس دول وتقريبا من أهم ثلاث دول اللي احنا بنمول يعني نشاط الاتحاد الافريقي من ناحية المالية، في ظل عدم قدرة كثير من الدول الافريقية على الوفاء بالتزاماتها المالية. أيضا من ضمن الحاجات اللي هي يعني موجوده بالنسبه لمصر الخبرات الكثيره والمتواتره في اجهزه الاتحاد الافريقي، احنا تقريبا في اجهزه كثيره يعني في يعني احنا بنمد او بننشط الاتحاد الافريقي بخبرات مصريه كثيره، احنا بندعم بها اجهزه الاتحاد الافريقي والخبراء المصريين موجودين في كل مكان. ناهيك عن العلاقات الثنائيه بقى العلاقات المباشره ما بين والقطريه ما بين الدول الافريقيه ومصر، يعني كثير من الدول الافريقيه في خبراء مصريين، وبالتالي العلاقات المشتركه بتبني لصالح اللي هي العلاقات المؤسسيه ما بين مصر واجهزه الاتحاد الافريقي بشكل عام. يعني زي ما حضرتك ذكرت انه مصر عندها خبره في ملف القضاء على الارهاب بشكل كبير واللي بتعاني منه طبعا الكثير من الدول الافريقيه، وفي نفس التوقيت عندها تجربه تنمويه مهمه في هذا المحيط الافريقي. من اكثر الدول اللي بتحتاج خبره مصر، وحضرتك استاذ في كليه الدراسات الافريقيه، ان مصر تمدها بالخبره في هذين الامرين تحديدا اللي ذكرتهم الان؟ لا، يعني دول الاتحاد الافريقي اللي فيها عدم استقرار كثيره للغايه، لعل احنا اشرنا على بعضها، لكن اشهرها منطقه الساحل والصحراء، واحنا دورنا يعني بارز في هذه المنطقه تحديدا. كل منطقه الساحل والصحراء احنا عملنا تجمعات سابقه وفي تنسيق مشترك ما بين القوات، يعني اركان الحرب ما بين الموجودين في تلك الدول وما بين يعني القوات المصريه، في اجتماعات امنيه مشتركه، في احنا موجودين في يعني حتى فكره القوى الافريقيه الجاهزه، مصر اعتقد ان هي من الدول اللي هي نابت بهذه القوى الافريقيه الجاهزه، ان كل افريقيا جيش موحد ليه اماكن ليه عدد يعني مميز على حسب التمثيل المناطقي وعلى حسب مشاركة كل دولة على حدة، ومشاركة كمان قدرتها على الوفاء بالتزاماتها من ناحية الأسلحة والجنود والكلام ده. لكن أعتقد أن لغاية دلوقتي لم نصل إلى هذه الفكرة، عشان كده احنا بنقوم
بأدوار أخرى ومتحمل مسؤوليات كثيرة، والقارة الإفريقية أعتقد أن هي بتبارك هذه المشاركة في هذا السياق. دليل أن كمان إحنا مش بنشارك في مسألة يعني الحلول، إحنا عندنا مركز القاهرة لإعادة الإعمار وعندنا مركز القاهرة لحل النزاعات، وبالتالي المركزين دول بيخدموا على بعض وبيخدموا على، لأن دول تابعين لجهاز الاتحاد الإفريقي، وبالتالي كل القضايا المتعلقة بالقضاء على الإرهاب، بحل النزاعات، بعدم الاستقرار الموجودة في يعني في إفريقيا، أعتقد أن الدوائر أو المراكز الرئيسية موجودة في مصر، وبالتالي أنت ضلع رئيسي في خلق السلام في القارة الإفريقية في محاولة إعادة الاستقرار. حتى المبادرات اللي احنا كنا بنطرحها، مبادرة إسكات البنادق وكثير من المبادرات اللي هي التسعة وراء هذا الأمر، احنا كنا وراء الأفكار الرئيسية بتاعتها. يعني بعتقد كمان انه عمان ان شاء الله يكونوا قادرين على صنع الفارق للمحيط الافريقي. انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا يا دكتور على وجودك معنا، الدكتور احمد عبد الدايم الاستاذ بكليه الدراسات الافريقيه، شكرا جزيلا لحضرتك. اذا نستكمل الاخبار في هذه التغطيه مشاهدينا. يشارك ايضا وزير الخارجيه سامح شكري في الدوره 60 لمؤتمر ميونخ للامن، والتي تعقد خلال الفتره من 16 حتى 18 من فبراير الجاري. اوضح السفير احمد ابو زيد المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية أنه من المقرر أن يشارك شكري كمتحدث رئيسي في جلسة حول السلام والاستقرار في الشرق الأوسط، كما سيعقد على هامش المؤتمر لقاءات إعلامية لاستعراض الموقف المصري تجاه أهم التحديات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط وعلى رأسها الحرب الجارية في قطاع غزة. ويشارك أيضا في مؤتمر ميونخ للأمن سياسيون ومسؤولون عسكريون ودبلوماسيون بارزون من أنحاء العالم. المقرر أن تهيمن على مناقشات هذا المؤتمر التطورات في غزة وأوكرانيا، والمزيد نتابعه في هذا العرض. عودة مشاهدينا، وعلى الهاتف معي الأستاذ طارق البرديسي خبير العلاقات الدولية. أهلا بحضرتك يا فندم. تحياتي لحضرتك ولكل المتابعين. يعني هذا المؤتمر يعني سيناقش العديد من الأزمات التي تجري أو التي لازالت مستمرة حتى اللحظة، مثل تغير المناخ، روسيا وأوكرانيا، وبالتأكيد القضية الأهم غزة، وحتى الهجرة غير الشرعية وغيرها من الأمور. سؤال حضرتك أستاذ طارق، إزاي مناقشة هذه القضايا بالذات الدائرة حتى الآن، ونتحدث هنا مثلا عن غزة أو عن روسيا وأوكرانيا، ممكن أن يغير مستقبل الصراع أو مسارات الصراع التي تحدث حتى اللحظة؟ يعني بداية أتصور أنه هذا المؤتمر ومؤتمر يعني عريق وبيعقد كما تفضلت، وهذه الدورة الستون، ولكن هم يعني لا ينظرون إلا لمصالحهم، يعني لا ينظرون إلى الأمن العالمي، الأمن الجماعي، وإنما أمن المجتمع الدولي الغربي. عندما يقولون المجتمع الدولي يقصدون تحديدا المصالح الغربية، والدليل على ذلك أنهم لا يدعون فلاديمير بوتين ولا يدعون إيران ولا يدعون، يعني لا يدعون الأطراف الفاعلة التي كان من المفروض أن تشارك وأن يحدث نوع من الحوار وتقارب وجهات النظر. يدعون المعارضة
في إيران، يدعون المعارضة والمناوئون والمنشقون في روسيا، يدعون. إذا كل هذا يدل على هذه الرغبة وذلك التوجه نحو تحقيق الأمن الغربي ومفهومهم هو الأمن، أمن الغرب، أمن الولايات المتحدة والأوروبيين. وهذه مشكلة كبيرة في حد ذاتها. إذا لن سؤالك عن النتيجة لن يتمخض الأمر عن أي شيء ملموس حسي يعني ذي بال أو ذي قيمة، وإنما ستكون يعني مكلمة في نهاية الأمر، لأنه الأطراف الأخرى المقابلة المواجهة المناوئة التي من المفروض أن يكون هناك مع حوار لن يجرى هذا الحوار. لكن يعني حضرتك وصفتها بأنها مجرد على مدار هذه الأيام الخاصة بالمؤتمر يعني مجرد أحاديث جانبية على مستوى، لأنها يعني لا تدعو الدول التي هي معارضة لها بطبيعة الحال، ولكن تدعو الدول التي هي حليفة إذا كنت فهمت تعبير حضرتك، مثل أوكرانيا مثلا. هل هناك أي تعاونات بين الدول الحليفة ممكن أن تثمر عن شراكات معينة أو شراكات يعني تضيف إلى البلدان؟ يعني هذه الأحلاف هي موجودة وهي مستمرة ولن يعني لم تقدم شيئا جديدا كما ذكرت، ولكن حتى يعني ليسهم فقط يعني يدعون الأطراف، لا يقومون بدعوة الأطراف التي من الممكن أن تحقق هذه الانفجار والانفراجة وتحقق الاستقرار العالمي، بل إن حتى هذه الموضوعات عناوين الموضوعات هم السبب فيها. يعني هم يعني يبحثون عن الدواء، هم أصل الداء، يعني يتحدثون عن أزمة غزة، عن الحرب على غزة. طب هم يستطيعون أن يطالبوا إسرائيل بوقف فوري لإطلاق النار، يتحدثون عن أزمة أوكرانيا، يستطيعون أن يعني كانوا يؤدون أو يقومون بإعطاء فلاديمير بوتين الضمانات الأمنية المطلوبة، يتحدثون عن موجات الهجرة غير الشرعية هي سببها هذه الحروب وهذه الميليشيات وتفتيت الدول الوطنية وهذه التدخلات الأجنبية، يتحدثون عن تغير المناخ، هم السبب في تغير المناخ وفي الاحتباس الحراري، ولا يدفعون الفواتير التي كان من المفروض أن يدفعوها. إذن العالم النامي أو العالم الشرقي يعني هو بريء، كل هذه الموضوعات وهذه العناوين وتلك الأجندات هم السبب فيها، هم يعني أس الداء ورأس البلاء في هذه الموضوعات كلها. ولكن يعني أستطيع القول الآتي، أن فكرة الأمن العالمي أصبحت يعني مهددة، أصبحت في خطر، أصبحت يعني الأسرة الدولية لا تهتم بها ولا تكترث. وأكبر دليل هو ما يحدث في غزة وعدم تحرك يعني الولايات المتحدة، حتى أن تطلب النظر اليسير القليل هو أن تطلب وقف إطلاق النار. فجأة يحدثون عن أمور غريبة عجيبة، عن السيناريو القادم، اليوم التالي، إقامة الدولة الفلسطينية. قبل الحديث عن إقامة الدولة الفلسطينية وعن اليوم التالي وعن حل الدولتين، فهذا يعني هذه الحرب يتم وقفها، تطلب أمريكا فقط وقف إطلاق النار، لكنها حتى هذه اللحظة هم مع استمرار هذا العدوان ومع يعني ما يحدث من إبادة ومجازر. نعم، هذه من ناحية، لكن من ناحية أخرى بالضروري أن أشير لجلسة وزير الخارجية سامح شكري في هذا المؤتمر، واللي بالتأكيد مؤتمر هام لا شك في ذلك، الجلسة عن الاستقرار في الشرق الأوسط، فبطبيعة الحال لابد وأن يتم ذكر القضية الفلسطينية باعتبارها من الركائز الأهم للاستقرار في المنطقة. توقعاتك يا فندم لهذه الجلسة، وكيف يمكن أن تساعد، لأنه أنا عارفة رأي حضرتك يمكن تحدثت عنه منذ قليل، لكن كيف ممكن أن تساعد أو أن تخفف من توتر الصراع برأيك؟ يعني هذا ليس معناه، وهذا هو يعني سلوك الدولة المصرية، هذا السلوك العريق الساعي دائما إلى الاستقرار وتحقيق السلام والأمن الإقليمي والعالمي، والذي لا يترك فرصة ولا يترك مناسبة أو محفل، لا يترك شاردة أو واردة إلا يبذل هذه الجهود الدبلوماسية المضنية من أجل تحقيق ذلك الاستقرار. وهو يعني رائده في ذلك عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، عدم يعني نسج العلاقات على أساس الاحترام المتبادل وتحقيق المنافع المشتركة. وأكبر دليل على ذلك هي هذه العلاقات الاستراتيجية القوية التي بات الكل بيعقدها ينسجها مع الدولة المصرية، وشاهدنا قمة الرئيس
المصري مع الرئيس التركي، وقمة أيضا يعني يعني قمم دبلوماسية مستمرة بتطرى وتعقدها الدولة المصرية. أتصور أنه مع كل هذه الظروف لا يأسى على الإطلاق، لا يأسى مع الحياة ولا حياة مع اليأس، ومصر مستمرة والخارجية. وكما يعني ذكرت الوزير سامح شكري عندما سيكون متحدثا إن شاء الله رئيسا في 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 إحدى الجلسات حول تحقيق الاستقرار وضمان الأمن الإقليمي في هذه المنطقة المهمة، منطقة الشرق الأوسط، صحيح. أتصور أيضا ستكون هناك فرص سانحة له أن يلتقي على هامش هذا المحفل الدولي المهم، يعني ويعقد نقاشات وحوارات مع عديد من يعني المسؤولين والقادة والزعامات لتوضيح وتبيان موقف الدولة المصرية ورؤيتها تجاه حل هذه القضية واستقرار الأوضاع. هل هذه النقاشات التي تحدث على هامش المؤتمر أستاذ طارق ممكن كمان تثمر عن تعاونات للدول الموجودة في هذا المؤتمر وحتى دولة صاحبة المؤتمر؟ شكل التعاونات اللي ممكن تكون مطروحة بين مصر وهذه الدول؟ يعني بالفعل هذا أيضا هو يعني من سمات الدبلوماسية المصرية، سواء القمة الرئاسية أو وزارة الخارجية، هو فكرة عندما يكون هناك ذلك المحفل فهذه اللقاءات التشاورية، وليس فقط التنسيق في أصل الموضوع، وإنما أيضا هذه اللقاءات على الهامش. شاهدنا ذلك سواء كان في قمة العشرين، في الجمعية العمومية للأمم المتحدة، في يعني كل هذه اللقاءات والمحافل تستغلها الدولة المصرية والشخصيات الموجودة المعنية، تلتقي بعدد من الزعامات وعدد مع المسؤولين. فمن الممكن أن يعني التعرف على مناطق أخرى للتشاور، للتعاون، للتكامل، في ليس فقط من الناحية السياسية وإنما أيضا اقتصاديا وتجاريا، والتعرف على ما يمكن أن تقدمه الدولة المصرية وعلى ما يمكن أن يعني تساعده، بحيث يكون الفكرة هو الوين وين سيتويشن، أو الكل رابح في هذه العلاقة، بعكس يعني ما يقومون به في ميونخ للأمن، يقولون أنه الكل خاسر، ويقولون أنه سيكون خاسر نتيجة هذه العلاقات ونتيجة ذلك التدهور في الأوضاع الجيوسياسية عالميا، سواء في غزة، سواء في أوكرانيا، سواء في الكثير تايوان، في الكثير من بقاع العالم. أتصور أن الدولة المصرية عكس ما كل ما يعني نجد أن كل هذه الدول، حتى ليس فقط الدول الإقليمية، حتى الدول العالمية الكبرى يعني تتنصل من تلك الالتزامات الدولية، تتنصل من فكرة الأسرة الدولية، من فكرة الاستقرار العالمي، من فكرة العولمة، من هذه الأفكار الرائدة تتنصل منها، وكل يسعى إلى تأجيج الأوضاع بعيد وينظر فقط إلى مصالحه الضيقة. لكن مصر هي كدولة حضارية صاحبة ميراث ثقافي وحضاري والتزام قانوني وسياسي وأخلاقي، دائما لا تنظر فقط إلى مصالحها وإنما أيضا تنظر إلى مصالح الأغيار، بحيث تتحقق مصالح الكل، وهنا يحدث الاستقرار. لأنه بعيدا عن يعني المشكل الحقيقي في هذا العالم هو عسكرة النزاعات، من الطبيعي أن يكون هناك خلافات سياسية، لكن مصر لا ترى عسكرة النزاعات السياسية الإقليمية الدولية، وإنما ضرورة أن تتحول إلى أفكار سياسية، أفكار صيغ تفاوضية، حلول دبلوماسية لاحتواء هذه الخلافات. وهذا هو سلوك الدول المتحضرة ما ينبغي أن يكون، وأيضا ما نادت به يعني مواثيق المنظمات الدولية العالمية والإقليمية. صحيح، هو الهدف الرئيس دائما لأي قمة مصرية أو حتى لأي زيارة تقوم بها مصر زيارة خارجية. أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا على وجودك معنا، الأستاذ طارق البرديسي خبير العلاقات الدولية. مشاهدينا الكرام، فاصل، وبعد الفاصل نعود لنستكمل باقي الأخبار في هذه التغطية، ابقوا معنا. من جديد أهلا بحضراتكم مشاهدينا، ونستكمل أخبار هذه التغطية، حيث أعلن الجيش الأوكراني ارتفاع عدد قتلى الجنود الروس إلى 400,300 جندي منذ بدء العملية العسكرية الروسية.
وذكرت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية أنه خلال هذه الفترة خسرت روسيا أيضا أكثر من 6000 دبابة و12 ألف مركبة مدرعة وأكثر من 400 طائرة مسيرة وغواصة واحدة. ودعا وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أوكرانيا إلى الامتناع عن الانضمام إلى تحالفات غربية سعيا لتجنب المزيد من النزاع مع روسيا. واتهم لافروف خلال مؤتمر صحفي من موسكو حول أوكرانيا اتهم كييف بممارسة التمييز والفصل ضد المواطنين الأوكران ذوي الجذور الروسية. أن على أوكرانيا اعتراف بالحيادة وامتناع عن الانضمام إلى تحالفات عسكرية ووقف سياساتها النازية للقضاء بشكل قانوني وبشكل جسدي على الناطقين بالروسية. وحتى قبل أن تتذكرون كيف قبل اتخاذ القرار حول بدء العملية العسكرية الخاصة في سبتمبر 2021 سئل زيلينسكي من قبل الصحافة خلال مقابلته مع صحيفة كيف تتعاملون مع الأناس في دونباس وقال أنا إجابة أنا لهذا السؤال هناك أناس وهناك كيانات. هاتفيا من موسكو معي الدكتور محمود الأفندي الباحث السياسي. دكتور محمود مساء الخير. دكتور محمود أهلا وسهلا بحضرتك مساء الخير. مساء الخير إليك والأخوة المشاهدين. أهلا وسهلا بحضرتك. يعني هنرجع مع سيادتك لكلمة سيرجي لافروف لكن خليني أبدأ بالتحركات الأخيرة. ونحن شاهدنا اتفاقا أمنيا بين برلين وأوكرانيا ومزيد بالتأكيد من الدعم يقدم لأوكرانيا من ألمانيا كدولة ضامنة. حضرتك بتشوف دكتور محمود مستقبل الصراع لأين يتحرك؟ يعني الواضح أنه أصبح هناك نقلة نوعية من طرف الولايات المتحدة الأمريكية نقلت أوكرانيا الحض الأوروبي. يعني أصبح أمر واضح الولايات المتحدة الأمريكية لا تستطيع أن تحارب على عدة جبهات لذلك تم نقل أوكرانيا الحض الأوروبي وأوروبا هي الآن مسؤولة عن أوكرانيا. ونرى أن حتى الآن حزبة المساعدات في الولايات المتحدة الأمريكية لم تتوقع من قرار الكونغرس بالإضافة إلى الكونغرس الآن ذهب إلى عطلة لمدة شهر. يعني أنا في رأيي أن أوروبا الآن بأمر الولايات المتحدة الأمريكية أصبحت هي مسؤولة عن أوكرانيا وحماية أوكرانيا وتزويد أوكرانيا بالأسلحة. هذا سيزيد من خطر الصراع المباشر. لن ننسى أن من يومين لما استخدمت أوكرانيا صواريخ تيكية وأصابت العمق الروسي في بلغراد وقامت بعملية إرهابية هذا يمكن أن يؤدي إلى صراع مباشر. هنا الولايات المتحدة الأمريكية تلعب بالنار والأوروبا تلعب بالنار ولا تقصد الخطوط الحمراء يمكن أن تؤدي إلى يعني أثار وخيمة جدا على أوروبا وعلى العالم بأسره. لذلك الآن أوكرانيا بحاجة لأي دعم أوروبي لأن فعليا كل البنية العسكرية التحتية دمرت بشكل كامل حتى اللباس العسكري هي بحاجة له. فلذلك نرى الآن أن الرئيس زيلينسكي يحاول من هنا وهناك أن يحاول أن يتسول السلاح يتسول الذخيرة يتسول النقود لمحاولة أوكرانيا أن تصمد. ولكن فعليا لنرى الآن أن هناك في انهيارات بالخطوط الدفاعية الأوكرانية في كل جبهة العسكرية في أبديفكا في ليمان في زاباروجيا. أنا في رأيي أن الجيش الأوكراني بدأ شيئا فشيئا في الانهيار في النقط المهمة في الجبهة العسكرية وتحول إلى الدفاع. لذلك نرى هذه التحركات نرى بعض يعني ما يسمى الاتفاقات الأمنية. كيف يعني أنا على سبيل المثال كيف على دولة تحارب وأن توقع يعني شيء خارج عن المنطقة كيف دولة تحارب وتوقع اتفاق للضمان الأمني مع دولة أخرى؟ يعني ماذا تريد هذه الدولة أن تضمن أمنها؟ كيف الضمان المتبادل؟ يعني ألمانيا تحمي أوكرانيا وأوكرانيا تحمي ألمانيا على سبيل المثال هذا أمر خارج عن الواقع هي عبارة عن ما يسمى قنابل دخانية
للاعلام العالمي والاعلام الاخر ان اوكرانيا ما زالت صامده ولديها قوه للصمود، ولكن الحرب العسكريه او الواقع العسكري يقول غير ذلك. انا في رايي ان اوكرانيا بدات بالانحدار شيئا فشيئا لانهيار كان انا برايي لضعف القدره العسكريه البشريه والعتاديه. أكيد حضرتك دكتور تابعت جولة الرئيس الأوكراني من برلين إلى باريس لطلب مزيد من الدعم، ولحضرتك يعني كنت بتسميها تسول لي يعني طلب المزيد من الأسلحة أو حتى الذخيرة. هذا الأمر يعني بيبدو مزيد من الدعم يقدم للدولة الأوكرانية، لكن إلى أي مدى بيقزم أوكرانيا أمام روسيا في حقيقة الأمر وواقع؟ يعني أنا أتذكر ما قال رئيس بوتين مع الصحفي تاكر كارلسون، قال إذا وقف الدعم الغربي أوكرانيا لا تستطيع الصمود أكثر من عدة أسابيع. خلينا نكون واقعيين، لذلك نرى هذه الجولات للرئيس زيلينسكي في فرنسا وألمانيا لما يسمى أخذ الحاجة، ولكن المشكلة تكمن الآن أن أوروبا لا تملك السلاح الكافي، لا تملك السلاح الكافي لإعطاء ما تريده أوكرانيا. لذلك تم إقالة رئيس القوات الأوكرانية الجنرال زالوجني، لأن الجنرال زالوجني هو يريد الحفاظ على الجيش الأوكراني ويريد أيضا ذخيرة بكمية كبيرة جدا. هذا لا تستطيع أوروبا أن تعطيه. أنا في رأيي أن حرب الاستنزاف بدأت فعليا ترجح الكفة الروسية، لأن روسيا الآن تزيد من إنتاجها العسكري، بينما أوروبا الآن لديها مشاريع مستقبلية للصناعة العسكرية، ولكن هذا بعد 5 و6 سنوات. الحرب بحاجة دائمة إلى ذخائر، ونرى جيدا أن الولايات المتحدة. وما تقوله دكتور يؤكد ما ذكرته أنه يقزم من يعني تواجد قوة الدولة الأوكرانية أمام قوة دولة كبيرة مثل روسيا وتقوم بصنع الذخائر أو تقوم بصنع أسلحتها بنفسها. طبعا سيدتي الكريمه، لان معنى سيد اوكرانيا قبل العمليه العسكريه الخاصه، واوكرانيا كان من اكبر دوله في اوروبا منتجه للذخيره، لانها ورثت الاتحاد السوفيتي حوالي 50% من البنيه العسكريه التحتيه. لذلك كان هدف الرئيس بوتين في العمليه العسكريه، احد اهداف العمليه العسكريه ما يسمى ديمليريزيشن، يعني دكتور حضرتك بتسمعني؟ دكتور محمود إذن مشاهدينا فقدنا الاتصال بالدكتور محمود الأفندي الباحث السياسي، لكنه يعني ربما تحدث معنا عن جديد الأخبار فيما يخص الحرب الروسية الأوكرانية وما يجري فيها حتى هذه اللحظة. نصل وإياكم إلى ختام هذه التغطية الإخبارية، شكرا جزيلا للمتابعة، كنت معكم رغدة بكر، إلى اللقاء.